السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. النهارده هنعمله اكله جميله جدا 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 مع بعضينا، خطوه بخطوه اهو، عشان حبايبي اللي بيخشوا لنا يعملوا لنا لايك. بشكرهم جدا جدا على اللايكات والحاجات الجميله اللي هم بيعملوها. طبعا كله شارح نفسه، فاحنا ايه اول حاجه اللي معانا السمنه اهي على النار، هننزل بيها بالبصله عشان هتاخد وقت البصله مننا في التشويح. اهي هنشوحوا كده البصله عقبال ما تنتهي، هنكون ايه ماشيين على الخطوات. النهارده معانا بصلتين وسط اهو، بصلتين وسط معصورين من الميه بتاعتهم اهو، ومعانا نص كيلو لحمه مفرومه اهو. هنعمله كفته داوود باشا بالبطاطس من غير بقى صلصه، من غير اي حاجه. فاحنا كده معانا اللحمه المفرومه والبصل بس، ده اللي بنحطه لكفته داوود باشا مع الملح والفلفل. متنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك وتعملوا لنا لايكات حلوه زيكم كده. حطينا فلفل اسود، ملح، حبه شطه، حبة شطة هون، اخر حبة شطة اهو، نجيبه ان شاء الله بهارات، وحبة بهارات لحمة كده عشان تطعمها وكده. تمام، احنا الكفتة بتاعتنا اهي، هنقعد نقلبها ونكورها ونشوحها مع البصلة ومع الحاجة، وبنحمر البطاطس نص تحميرة كده اهو زي ما انتوا شايفين اهي، نص تحميره كده، وننزله مع الكفته والفلفل الالوان اهو من اللي احنا مجففينه، وكم فلفل، كم قرن فلفل اخضر حلو. نسموا الله كده ونشوفه مع بعضينا. استنونا لما نطلع طاسه البطاطس الاخيره ونعمله الكفته مع بعضينا، اما اقلبها هوريكم ان انا هصبحها. استنونا ارجع لكم تاني. وكده حبايبي احنا حمرنا البطاطس بتاعتنا، حمرنا البطاطس وبنشوحوا البصل اهو اهو، حمرنا البطاطس بتاعتنا اهي، حمرناها كده، وبنعمل الكفتة اهي، قلبناها وبنعملها كور صغيرة اهو، كور صغيرة عشان تاخديها مع البطاطساية تحطيها على الرز على المكرونة اي طبق حاجة انت عايزة تعمليه معاها مع الكفته دي، جميله جدا 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 جدا. جربوها والله مش هتنسوها، هي احلى طبق كفته بالبطاطس. احنا بنعملوها ساعات بالصلصه، نحط عليها صلصه بس مش بنحط لها فلفل حامي لما نعملها بالصلصه، الكفته والبطاطس بس. لكن دي هنعملها كده بيضه عشان الحر، وعشان الواحد مش عايز ياكل حاجه مسبكه، فان شاء الله قلنا هنعملوها ايه كده اهو. البصل معانا بتشوح اهي، واحنا عملنا الكفته بتاعتنا اهي، صغننها حلوه اهي، كورناها الكبيره نقلله منها، وايه كلها تبقى مقاس واحد. احلى طبق كفته بالبطاطس بالخضار، جميله جميلة، اسمها كفتة داوود باشا اهو. البصل بتاعنا اهو هياخد بس لون كده معانا ونشوحه. خلاص احنا كده صبعنا الكفتة بتاعتنا اهي، كلها مقاس واحد. خلاص الكفته بتاعتنا مقاس واحد، لقينا واحده صغيره نزودوا لها عشان التانيه ما تبقاش كبيره اهي كده. هنحمره البصله بتاعتنا اهي، اخدت لون حلو، لون بامبي خفيف كده اهو البصله. هننزل بقى بالكفته بتاعتنا، انتي تحطيها 10 دقايق التلاجة، انا هصبع واعمل على طول عشان مفيش وقت للغدا اهي.
تمام. اهي حبايبي الكفتة بتاعتنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. آدي الكفتة وندخرجوها كده اهو عشان كلها تبقى لون واحد. اهي اهي بصوا، ولا فكت ولا أي حاجة. اهي 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 تقليها كده الكفتة عشان تاخد كلها لون واحد مع البصل، شايفين؟ ولا فكت ولا أي حاجة، هي كده جميلة جدا جدا جدا، جميلة جدا الكفتة بتاعتنا. اهي شايفين؟ ولا فكت ولا اي حاجة، اهي شغالة معانا اخر حلاوة كفتة. تقلبوا كده عشان تاخد اللون شايفين حلاوة الكفتة بتاعتنا. حبيت اوريها لكم واعملها لكم كده على طول، اعملها معاكم عشان ما تقولوش اه ده خليتها التلاجة وحطت اللي هي لسه عاملها، لا اهو صبعتها قدامكم وعملتها قدامكم اهي، تتشوح شوية اهي تشوح شوية كده اهو. عندنا مية البصل اللي احنا كنا عصرينه من البصل، برضو هننزل بالبطاطس هنحطهم عشان ما فيش حاجة عندنا بتترمى خالص خالص. ايه رأيكم في الكفتة بتاعتنا؟ رائعة، جميلة، روعة كفتة. اهي قلبناها مرة واثنين لغاية ما تغير لونها اهي. عشان اما نحط لها الخضار ما تتفكش معانا. ايه رايكم في الكفته بتاعتنا؟ رائعه. هننزل بالفلفل، وهننزل بالفلفل الحلو كمان. يلا كله مع بعضه. اهي كله هيتشوح مع بعضه. هنحط لها حبة الفلفل الاسود جنبها، رز بقى بالشعرية جنبها، مكرونة سباكيتي، مكرونة عادية، عقل، اي حاجة هنعملوها، رشة الملح اهي، وهنقلبوها ونديله بالبطاطس بتاعتنا عليه. ايه رأيكم في طبق البطاطس السريع ده؟ هننزله بقى بالبطاطس بتاعتنا اهي كله،
وحبة مية البصل دول مكان عصرنا البصل بتاع هننزله بيها مكان ما عصرنا اهو. ايه رأيكم في طبق البطاطس بالكفتة ده؟ رائع. جيبوا رغيف كده بلدي وقعدتنا كده بلدي. حبايبي 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 ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك على القناة ولايك عشان ينزل لكم كل جديد من بيت ايمي، كل الافكار الجديدة اهي. هنسيبها ونرجع لكم تاني نغرفها مع بعض. استنونا رجع لكم تاني. احنا خلاص وصلنا للختام. احلى كفتة اهي هنغرفوها مع بعض. انا هعمل جنبها طبعا، انا وريت لحبايبي كل شوية طريقة الرز بالشعرية، رز فردة وفردة، رز ان شاء الله هنعمله معاكم باذن الله المعمر. فدي كده الكفتة بتاعتنا خلصت، هنغرفوها ونقدموها ونشوفوها في اطباقنا. انا هعمل جنبها حبة رز بالشعرية، اللي عايز يعمل مكرونة يعمل مكرونة بيضة، مكرونة بالصلصة، اي حاجة تنفع جنبها. استنونا هنغرفوا الطبق السريع بتاعنا. احنا بنعمل وجبات سريعة عشان حبايبي ما يقفوش كتير في المطبخ. استنوا كل جديد من بيت ايمي. اسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.